حراك جديد ومتجدد للثقافة السعودية يتمثل في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي جاء تحت شعار الكتاب مستقبل التحول، والذي يحتوي على أكثر من 280 ألف عنوان في هذه النسخة، إضافة إلى أنه يشمل على أكثر من 80 فعالية. الجديد فيها ماراثون الترجمة الذي يهدف إلى ترجمة ما لا يقل عن 200 مقال من العربية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. الجديد هذه السنة مسابقة ماراثون الترجمة، وهي أول مسابقة تطلق على مستوى الوزارة في ترجمة نصوص عربية عن تراث المملكة العربية السعودية وتاريخها وثقافتها إلى لغات أخرى لإثراء المحتوى الرقمي بتاريخ المملكة العربية السعودية. قمة ثقافية سعودية متجددة بعناوينها وفعالياتها، فهنا الدولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف هذه الفعالية بأكثر من 23 فعالية خاصة بها، وفي الجهة المقابلة قسم خاص لكل ما يطرحه أبناء هذا البلد في قسم المؤلفين السعوديين. هذه الدورة تتميز عن الدورات السابقة أن إدارة المعرض قامت بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب وجمعية الناشرين السعوديين في فلترة الناشرين. أقصينا الناشرين الوهميين والمزورين. تتميز هذه الدورة بوجود نخبة دور النشر. تبادل ثقافي وتواصل معرفي على أرض هذه الفعالية التي باتت نقطة التقاء بين المملكة وبقية دول العالم، تتمثل بأكثر من 500 دار نشر عربية ودولية بأكثر من 80 فعالية لكافة أفراد الأسرة، وتحت عنوان الكتاب مستقبل وتحول في نسخة عام 2018 من معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي بات أهم حراك ثقافي في المنطقة. مشعل الفعي، الإخبارية، الرياض.